بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت جماهير البصرة لهذا اليوم استذكارا لثورة تشرين المباركة، طبعا المطالبة بالحقوق التي سلبت بحق بزمن هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا بالأرض فسادا طيلة 19 عام. أما مطالبنا فهي: نريد وطن، نريد وطن خالي من الفساد، نريد وطن خالي من المفسدين، نريد وطن خالي من السلاح المنفلت والميليشيات المنفلتة. هذا هو المطلب الرئيسي، ونبقى صامدين ونبقى نطالب بهذا المطلب لحين تحقيقه، سواء مرت على هذا المطلب أشهر أو سنوات. نبقى نريد وطن خالي من المفسدين وخالي من الميليشيات المنفلتة. فلذلك جماهير البصرة تبقى صامدة، وأيضا المحافظات المنتفضة بكافة محافظات العراق نفس المطلب ونفس المنهج، ونبقى صامدين وموحدين بقلع الفاسدين من جذورهم لحين الوصول لما يريده الشارع العراقي. طبعا مثل ما تلاحظون العراق موحد وسوف يتوحد، وتبقى حتى مطالبه تتوحد في سبيل النيل من هؤلاء الفاسدين والقتلة الذين عاثوا بالأرض فسادا طيلة 19 عام، ونبقى صامدين إن شاء الله لحين تحقيق ما يصبو إلى الشارع العراقي. نعم، خرجت أعداد كبيرة من أبناء البصرة في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة ثورة تشرين 25 أكتوبر، لتجدد العهد لأبناء البصرة وأبناء العراق بأنها بقيت على العهد في مطالبة في تحقيق المطالب من قبل الحكومة، وأيضا بأن تكون هي على العهد مع أبناء الشعب. مطالب أبناء الشعب هم طبعا معظمها خدمية، وطالبت أيضا بالتغيير، تغيير الفاسدين والوجوه التي باعت في البلد فسادا، وأيضا سرقت أموال هائلة وطائلة من أبناء الشعب، بحيث تركت البلد طبعا بدون بناء، بدون إعمار، بدون تعيينات، بدون أعمال خدمية. الأندرغراوند متفلش، متهدم، متهرع، لا يفيده إلا المال، والمال طبعا سيطرة من قبل الأحزاب، سيطرة عليه من قبل الأحزاب، وبالتالي تبقى بناء البلد بناء هش ضعيف. نطالب الحكومة بتبديل المسؤولين الغير متمكنين في الأداء، وأيضا التعيينات لأبناء الشعب لأنها كراديس معطلة، جيوش ومعسكرات من العاطلين عن العمل. هذا هو حالنا اليوم، ونجدد العهد في هذه التشرينية لنذكر الحكومة بأن تشرين ما زالت هي مركز الإشعاع لجميع الثورات، إنها ثورة جاءت من رحم الثورات الأخرى، من رحم أبناء الشعب،
والآن يسودها فقط الوطنيين وإن قل أعدادها، ولكن نحن أيضا سند لها، اتحادات نقابات ومثقفي البصرة ومحامين وحقوقيين نازلون في الساحة ومستمرون نحو التغيير والإصلاح. شكرا لقناتكم الموقرة، شكرا لكم. خرجت جماهير البصرة بالمطالبة بإسقاط بتعديل النظام وتغيير النظام وتعديل الدستور والمطالبة بإقضاء المحكمة الاتحادية. واليوم كمتظاهرين نحن اليوم نرفض حكومة الإطار ونرفض حكومة الأحزاب كافة وأي حكومة من 2003 لحد الآن. نسبة زمام الأمور فقط فساد لمدة 19 سنة، صار فساد في فساد. اليوم احنا معاناتنا عدة، التعليم، الصحة، من كل شيء، بالخصوص البصرة. اليوم احنا نطالب بتغيير النظام ونطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين العراق عامة، وكتشرين إن شاء الله مستمرين في هذا الاحتجاج. اليوم عدنا وعاد الوطن وعاد الشعب. يقولون تشرين ماتت من أقل أميهات، لأنها ثورة الشعب، ثورة أناس جياع، ثورة أناس عاطين العمل، ثورة ناس مرضى، ثورة ناس الفقر أكلهم من الرأس إلى الشأس. هذا يدلل على أنه الثورة مستمرة. يقولون ماتت ولا أقل أميهات. نحن اليوم نستنكر وندين كل الحكومات وخصوصا الحكومة الحالية، لأن الحكومة الحالية أتت بتوافق، وإحنا أصبحنا حق المال تجارب. منا 100 يوم، منا 500 يوم و 600 يوم وقضى العمر وإحنا ما حصلنا شيء من الوطن. فإحنا ننكر ونستنكر كل الحكومات التي تعاقبت والتي سوف تأتي، إن لم تصلح نفسها ما صلحت الشعب. فنحن مع الشعب. تحياتي لكم. جئنا اليوم لنؤكد أن انتفاضة تشرين باقية ومستمرة حتى تحقيق المطالب التي قدمتها الجماهير في انتفاضاتها السابقة، ومنها القضاء على الفاسدين وتقديمهم للقضاء، وأيضا تحقيق أهداف الانتفاضة منها يعني المحاصصة، قضاء على المحاصصة، وأيضا محاسبة الذين قتلوا المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء، وبالإضافة إلى تحقيق الأهداف الأخرى. ربما يسأل سائل،
يقول ما الغاية من التظاهرات بالوقت الحاضر؟ احنا نجاوب نقول لازلنا لحد الآن نريد وطن، والوطن اللي نريده أكيد جسدناه في أكثر من مناسبة، هو خالي من المنشآت والفساد والقتل والهيمنة، والمجتمع مر في ظروف عسيرة كثيرة من الجور والجوع والبطش وكثير من الأمور التي لا لحد الآن لم نجد الشخص المناسب الذي ينقذ العراق من هكذا مآسي أحاطت بالمجتمع العراقي بشكل عام بكافة أطيافه وكافة أصنافه. اليوم يقولون أعطوا فرصة للمكلف الجديد. طبعاً إحنا عندنا دراسة وعندنا تغطية عامة على كل المتواجدين في السلطة الذي يأتي من رحم الكتل السياسية المتداورة والتي هيمنت منذ 2003 إلى يومنا هذا. أكيد هذا مرفوض جملة وتفصيلاً. نريد الشخص المناسب في المكان المناسب، الشخص الذي يحمل صفات جسدها الشارع العراقي من خلال تظاهرات وسيما تشرين منها، جسدت كثير من المواضيع وجسدت نقاط يجب أن تتوفر في من يعتلي منصب معين وأهمها منصب رئاسة الوزراء، أن يكون قوي وحازم وشجاع، وكما قالت المرجعية الرشيدة لم يأتي لهذا المنصب ليومنا هذا شخص يعمل هذه الصفات، وإنما الذي يأتي هو يجب الأموال لصالح كتلته ولصالح الأحزاب التي عاثت في الأرض فساد. مظاهرة 25/10 هي امتداد إلى المظاهرات السابقة واللي قدم بها الجماهير ضحايا وشهداء. الهدف من عندها هي ليس فقط إحياء هذه الذكرى، وإنما رسالة إلى الحكومة وإلى الناس اللي بالسلطة، هم هدفهم الأساسي هو تقسيم الغنائم وأخذ طبعاً الكراسي، وبالإضافة إلى أنه حالياً في الوقت الحاضر أعتقد المظاهرة هي تريد أن ليس فقط تحقيق أهدافها الأساسية اللي هو نريد وطن وضد المحاصصة، وإنما محاسبة الناس القتلة اللي قتلوا شباب وجيل من الشبيبة اللي ضحت من أجل تحقيق أهدافها اللي هو بناء وطن وبناء حكومة تعمل على تطوير الاقتصاد وتطوير البناء وتطوير بلدها. وبالتالي هي أساساً حالياً في الوقت الحاضر هذا الهدف نعرف أنه ما راح يتحقق بالوقت الحاضر، لكنه مستقبلاً سوف يتحقق بالشكل الصحيح ويقوم بأهدافه، ونأمل أنه المظاهرة سوف تستمر وستبقى تستمر طالما المحاصصة موجودة والفساد موجود بالسلطة. Thank you.
نعم حقيقة اليوم نتواجد في فلكة البحرية نستذكر ذكرى 25 أكتوبر ذكرى انطلاق ثورة تشرين. كذلك اليوم المبادئ والنقاط التي خرجت من أجلها تظاهرات عام 2019 هي ذاتها اليوم نستذكرها، من ضمنها أولا يعني محاسبة قتلة المتظاهرين، كذلك قضية يعني عدم تشكيل حكومة مبنية على الفساد وبقية النقاط التي تكلمنا من أجلها. بالتالي محافظة البصرة شبابها يركزون على هذه المبادئ. أيضا هناك حملة اعتقالات ممنهجة في محافظة البصرة نرفضها من خلال هذه التظاهرات. أيضا هناك تشكيلة لحكومة انبنت على المحاصصة أيضا نرفضها من خلال هذه التظاهرات. بالتالي يجب أن تكون هناك حقوق. بالتالي يوم 25 هو نستذكر التظاهرات وسوف نبقى مستمرين على هذه المبادئ التي خرجت من أجل إنقاذ الشعب العراقي من الفساد وكذلك إنهاء دور الجماعات المسلحة. ستستمر ثورة تشرين إلى إسقاط النظام المحاصصاتي، نظام السرقات، قتل المعارضين، قتل الشباب. ثورة تشرين قلب النابض للشعب العراقي كله، ليس يعني جزء من عدة، لأنه بصراحة العراق مر بأزمة من إجوا الجماعة للحكم دمروا كل ركائز الدولة. أنا قناعتي أنه هذول مو رجال حكم، وإنما هذول مال عصابات مال سرقات. يعني ثورة تشرين هي أمل كل الناس، أمل كل العراقيين، وأنا قناعتي أنه المستقبلا سوف تتطور تشرين وتأخذ منحى آخر إلى أن يعني يصير الفرج، بصراحة يصير الفرج للعراقيين وتنحل هاي كل المسائل وتحاكم قتلة المتظاهرين وأموال اللي سرقوها بالمليارات ترجع. يعني إذا يطبق القانون وتجي حكومة شعبية يعني منتخبها الشعب بصورة صحيحة. هذا الجانب اللي أقول أنا. تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة لانتفاضة 25 من تشرين 2019، تلك المظاهرات التي خرجت من أجل المطالبة بالإصلاح وإنهاء الفساد والقضاء على الفساد
ومحاسبة قتلة المتظاهرين. واليوم في ظل تشكيل الحكومة الجديدة ما زالت نفس المطالب، أيضا عدم اختيار الوزراء الفاسدين، وعدم التدخل في عمل الهيئات المستقلة، وأيضا نطالب بالمزيد من تفعيل القرارات المحكمة الاتحادية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجنا بمظاهرات سلمية، هي تكملة لمظاهرات تشرين اللي خرجنا بها بال 2019 رفضا للسلطة الحاكمة اللي حكمتنا 19 سنة، واليوم احنا رافضين هذه المحاصصة ورافضين حكومة الإطار. احنا خرجنا بها ومن 2019 وقبل 2019 الى هذا اليوم احنا نخرج ضد هاي السلطة وضد الحكومة المحلية اللي جاي تسوي دعاوى كيدية بحق الناشطين ومتظاهرين البصرة. إلى متى هاي التهم الكيدية من قبل الحكومات المحلية؟ فوق صعدوا شباب، صعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم 25 تشرين هو استذكار لنا وذكرى لشهدائنا، هاي اولا بالمرتبه الاولى. بالمرتبه الثانيه احنا نؤكد على رفضنا للحكومه الناشئه حاليا، حكومه الاحزاب والمحاصصات اللي جاءت من اضلاع الاحزاب نفسها القديمه. فهاي اولا. ثالثا انه احنا نرجع ونؤكد على محاسبه قتله المتظاهرين، ونتمنى التحقيق يكون مستمر دائما، واحنا مؤمنين بالقضاء العادل في العراق. وايضا انوه على اسقاط التهم الكيديه والافراج عن الاصدقاء المعتقلين اللي من ضمنهم الشاب احمد مهلل، هاي وحده. وناكد ايضا على تطبيق قانون الاحزاب على الاحزاب، واذا شخص يجي ويحاول نقدر نقول يبيد من همه الشعب او الشباب، احنا نقول مستمرين وباقين. كل تشرين تبقى ذكرى لنا، و25 تبقى ذكرى لنا، ويبقى صوتنا واحد، ونبقى دائما مجددين هذا العهد للشهداء، لان احنا رافضين هذه الحكومه جمله وتفصيلا، من رئاسه وزراء، من رئاسه جمهوريه، من برلمان، لان نباوع نفس الهيكله جاي تعاد وتصاغ. فنتمنى من المنظمات والمجتمع وغيره الى من يهمه الامر ينتبه لنا والى اصواتنا، لقد بحت اصواتنا واحنا جايين ندد بهذا النظام الفاسد وتباوع كثره البطاله وعدم الامان وعدم انه انت ما تقدر تطالب بحريه. انت تباوع، احنا نطلع مظاهرات، لكن احنا مقمعين حتى من نطلع يجوز بعدين نرجع نلقى شخص يهددنا، نلقى ناس تقول لك يابا لا تطلع. فبالتالي احنا مهمشين باصواتنا، مكممه افواهنا، يحكمنا السلاح. فبالتالي احنا مصرين على انه يبقى صوتنا واحد ومطالبنا وحده، ولا زلنا احنا ليس فقط تشرين، احنا ناس محتجين. تشرين و25 تشرين هو ذكرى ان احنا ناس عراقيين محتجين نازعين كل المسميات. تحياتي واتمنى يوصل صوتنا. باسم رب الشهداء بيا شباب البصرة، اليوم يمر علينا الذكرى الثالثة لثورة تشرين العظيمة التي خرجت من أجل العراق واحد بعيد عن الهويات الفئوية والحزبية والطائفية. كما نؤكد على أهم المطالب التي خرجت من أجلها، ورفض حكومة المحاصصة التي دمرت البلد
والمزعم إعادتها في حكومة الإطار برئاسة محمد الشياع السوداني، كسر لإرادة الشعب وتقسيم لثورات العراق على الأحزاب الفاسدة جميعها. كما نؤكد للرأي العام ومنظمات المجتمع الدولي أن حكومة البصرة المحلية تتعامل بفأوية وتغض النظر عن اقتتال الأحزاب وترويع العوائل، لكنها تصب جانب غضبها وحقدها على المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين بدعاوى كيدية وإجراءات تعسفية من أجل تكميم الحرية. وعلى سبيل المثال أحمد مهلهل وفرض سيطرتها بشكل دكتاتوري واضح لدى الجميع. 25/10 شباب البصرة، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق.